نحن هنا بمركز التكوين المهني والتمهين لذوي الاحتياجات الخاصة الشهيد بالعالم سعيد القبة. تخصصات متنوعة، إذ يحرص الأساتذة على تلقينهم أدق تفاصيل المهن لولوج عالم الشغل من أبوابه الواسعة. هادو ما مش انا اللي ما مش سي با دي ما مش سي با دي زونديكابي سي دي زونديكابابل كيما يقولوا باسكو سو سورباس. كاينين اللي تشوف فيهم لهنا، يعني دوك نزيدوا نروحوا للورشات تشوف الخدمه اللي يخدموها هاد المتربصين، سون با دي زونديكابي اون بو لي ينجموا يشتغلوا بارتو بارتو ينجموا يشتغلوا. متربص معاق المكون يفو دو ستاجير فاليد وي il est jaloux de son métier, de son emploi, donc il dit regarde le tata tata hatta في المركز في منصب العمل تاعو. كلهم عزم وحزم على تحقيق مشروع واعد وإنشاء ورشة أو مؤسسة اقتصادية تفتح آفاقا واسعة للاستثمار. فئة كما هذه كي يتخرج من عندنا منا يفتحوا له الابواب في البلديه، وحنايا نكملوا معاهم نوجهوهم من ناحيه نراقبوا نلحق ليه، من ناحيه نشوفوا كيفاش راه يخدم، نوجهوا وين يبيع، نوجهوا منين يشري الماده الاوليه، وراهم وحده حافظوا على هذا التورات ما يروحش. هذه هي اللي نطلب من السلطات. هو ده خدمه حرفه شبه كي شنو واعره شويه، لازم بنادم كيما يقول كي تركز معاني شوف انا كل حاله ماشي على كيما يقول كيش تنقص النوحات كيش تنظفوا كيفاش ما كان حوايج ما لحقنا لهمش. كما زعما لحقنا لهمش دوك حنا تعلمنا ديجا الله يبارك انا ديتين ونخدموا ما شاء الله. وقف معايا ضوجه بضوجه حتى بدا يطلع المستوى تاعي، وان شاء الله يطلع كتا وكتا. وماذا بيا انا لو كان نولي معلم ان شاء الله نول ذوي الاحتياجات الخاصه، نعرف ان شاء الله كيفاش نتعامل معاهم بالدقه وبالاحسان. بهكذا كفاءات وتفان في العمل يستحقون بجداره مكانهم في عالم الشغل.